وينضم إلينا من دبي مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل المهندس عمر شرف. بداية سيد عمر، حدثنا عن المهمة العلمية لمسبار الأمل بعد ثبوت جاهزية الأجهزة العلمية. عفوا مهندس عمران، تفضل. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. مشكورين على الاستضافة والدعم الدائم من قبل مؤسسة وكالة الإعلام لمشروع مسبار الأمل وفريق عمل مركز محمد فراس الفضاء. من ناحية المهمة العلمية طبعا للمسبار، الهدف الأساسي هو مثل ما تفضلتي دراسة الغلاف الجوي لكوكب المريخ في مواسم مختلفة في أوقات مختلفة من اليوم. وقمنا طبعا بتهيئة المسبار من ناحية الأجهزة العلمية خلال الفترة اللي مضت بعد وصولنا في مدار المريخ، من ناحية إجراء الاختبارات وتهيئة نظام المسبار وكذلك الأنظمة الفرعية داخل الأجهزة العلمية لكي نحصل على أدق بيانات علمية من قبل الأجهزة هذه. عندنا كاميرا رقمية وكذلك كاميرا حرارية وأيضا جهاز علمي للأشعة الفوق البنفسجية. جميع الأجهزة تعمل مع بعض لجمع البيانات، وإن شاء الله يعني على مدى سنتين القادمين إن شاء الله بنتابع التغييرات اللي قاعد تحصل، التغييرات الموسمية كذلك اليومية في الغلاف الجوي للمريخ ونسبة هروب الأكسجين وأيضا الهيدروجين من الغلاف الجوي. في السابق طبعا في بيانات يعني تم يعني تزويدها للمريخ اللي تختص بهالجانب، ولكن ما كانت يعني مبنية على بيانات فعلية، كانت مبنية على تقديرات أو تخمينات بناء على معلومات سابقة. فلأول مرة العالم بيحصل إن شاء الله على هذا النوع من البيانات من خلال مشروع مسبار الأمل، وإن شاء الله يعني من الفترة القادمة بنشوف يعني صور أكثر وبيانات أكثر بيقوم بيوفرها الفريق للكل إن شاء الله. نعم، مهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، شكرا جزيلا لك.